لا يزال هول الصدمة يسيطر هنا. الغارة الإسرائيلية على منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت أسقطت عشرات المدنيين بين قتلى وجرحى، وأجهزت على 16 قيادياً في وحدة الرضوان الخاصة بحزب الله. قواعد الاشتباك التي كانت قائمة بين حزب الله وإسرائيل منذ 8 أكتوبر الماضي سقطت إلى غير رجعة وفق مراقبين. وتيرة المواجهات سوف ترتفع بشكل كبير، مع الإشارة إلى أننا لن نعيش كما يتوهم البعض حربا تقليدية كالحرب 2006، ولن نشهد اجتياحات كبيرة، لأن إسرائيل عبر ضربات تقوم بها إن كان عبر بنك الأهداف واغتيال أكثر من 500 كادر لحزب الله، أو ضرب المخازن، أو ضرب شبكة اتصالات حزب الله. خلال دقائق تم إخراج أكثر من 3200 كادر ومسؤول في حزب الله عن الخدمة عمليا بسبب إصاباتهم الكبيرة. التهديدات الإسرائيلية بإشعال الحرب الشاملة مع حزب الله بدأت تسلك طريق التنفيذ. غارة الضاحية وما سبقها من تفجير لأجهزة البيجر واتصالات اللاسلكي أدخلت المعركة مرحلة جديدة، والسؤال هو إن كان سيتخلى حزب الله عن ضبط النفس الذي مارسه طوال أشهر. في ظل ما حصل من تطورات خلال الأيام القليلة الماضية وآخرها استهداف قوة الرضوان، تقديري أن حزب الله القرار هو الرد السريع والكبير، لكن لا يزال حزب الله يحرص في حال حتى لو قرر الرد على هذه الهجمات الإسرائيلية الخطيرة أن لا يأخذ لبنان والمنطقة إلى حرب واسعة. هذه هي المعادلة التي يفترض حزب الله يلتزم بها، لكن كيف يمكن لحزب الله أن يوفق ما بين الرد القوي والسريع والقاسي على إسرائيل وبين عدم الذهاب إلى حرب واسعة؟ هذا هو التحدي الذي يواجهه حزب الله اليوم. دقيقة وحاسمة هي الأيام القادمة. الترقب هو الخيار الوحيد للبنانيين، فهل فعلا دخلت البلاد في نفق عسكري وأمني مظلم؟ القرار الإسرائيلي بالتصعيد بات واقعا وواضحا، وليس السؤال هو حول نوايا تل أبيب بل حول قرارات حزب الله بالرد من عدمه بالدخول في حرب أو عدم الدخول. ليال خروبي، اليوم، بيروت.